advertisement. تفضل ياسر. Thank you خالد. أنا ياسر حجاوي co-founder لكليكات Digital Middle East. We are doing social media ads plus some ads for networks and so on. بدنا نحكي عن how to build أو خلينا نحكي بالعربي صح. كيف بدنا نعمل create لفيسبوك اد إعلان على الفيسبوك من from the scratch يعني من عند الهوم نبلش من عند التايم لاين. دائما بيكون موجود على شمال الصفحة هون إشي اسمه الادز مانجر. ممكن الاكونتس اذا ما كانوا عاملين لسه اني اد ممكن ننزل لتحت بتلاقي هون في عندك إشي اسمه كرييت ان اد موجود. بتكبس عليه بصير عندك الادز مانجر هو از ديفولت موجود هون. فمنروح على الادز مانجر. بنبلش من الهوم بيج من نيوز فيد. بنفوت على شيء اسمه ادز مانجر على اليسار الصفحه. بتفوتنا على اللي هي صفحه الاعلانات اللي موجوده على الفيسبوك. هو فيسبوك سيستم بيكون موجود فيه كل الادز اللي موجودين. عملت لهم كرييت من اول ما بلشت بالاكونت. بيكون موجود عندك هون البيجز اللي انت اوريدي ادمن عليها. بلس هون بيعطينا كمان ريبورتس عن كل الادز اللي موجودين عندنا. وهلا بنشوف كيف الريبورتس. بنعمل كمان ديمو كيف بنقدر ناخذ ريبورت. ممكن ناخذه على ويب بيج ممكن ناخذه على اكسل شيت وبنبعته للكلاينتس او تبعونا اللي بيطلبوا منا ريبورتس. بلس اللي هم السيتنجز اللي موجوده عندنا. بنفوت بنشوف السيتنجز والبيلينج اللي هو لازم يكون في عندنا كريدت كارد عشان نقدر نعمل اي اد لانه فيسبوك بياخذوا ان ادفانس بيمنتس يعني على الكريدت كارد. بلس في عندنا الكونفرجن تراكنج. الكونفرجن تراكنج وي كان تراك الويب سايتس مثلا لما نعمل لاي كلاينت عندنا بنعمل له اد ممكن نشوف قديش عمل ليدز عنده على الويب سايت او قديش ناس اشتروا من عنده على الويب سايت. فبناخذ الكود هذا من فيسبوك وبنعمل له امبيد على الويب سايت تبع الكلاينت تبعنا وبنصير هون بنعد كونفرجنز اند سو اون. الباور اديتر هو اختصار لكل هدول. ممكن تو كرييت ان اد تو مونيتور كل الكامبينز تو مونيتور الريبورتس البادجتس اند سو اون كله بيكون موجود على الباور اديتر. We have to لازم يكون عندك جوجل كروم عشان نقدر نشتغل على الباور اديتور. That's it. نرجع هلا نشوف كيف بنبلش من البدايه نعمل اد. بنكون على campaigns and ads هون موجوده. نروح على create an ad. اذا بدنا نعمل هلا في اكثر من اوبشن. يعني اذا بدنا نعمل اد ممكن يكون هو اللاندنج بيج او الصفحه اللي بيرجع عليها هو الويب سايت نفسه او ممكن انه يكون بيج. فاحنا بالعاده لانه عم نحكي عن السوشيال ميديا فبدنا نبين هاو تو انجيج السوشيال ميديا مع الفيسبوك ادز لانه كل البيجز بتحتاج لادز عشان تو انكريز او نزيد عدد الفانز اللي موجوده عليها. بصراحه بدون ادز يعني ما بعرف السوشيال ميديا راح يكون كثير بطيء. بالادز ممكن احنا نختصر العمليه كثير بشكل كبير انه نعمل
يكون في عنا audience كتير أو users عنا موجودين وفانز على الفان بيج عشان نقدر نشتغل عليهم. إذا ما كان عنا فانز إحنا social media zero، يعني ما بنقدر نشتغل بدون فانز. فممكن نعمل هلا كم to create an ad لشباب هون في عندهم friendly mobile. هلا البيج مثل ما شفنا لازم نكون ادمن على البيج، يعني لازم اللي هو الكرييتر للبيج يعمل لنا ادمن على البيج حتى نقدر انه تو كرييت ان اد. بنبلش هون انه هي تشوز ا فيسبوك ديستنيشن اور انتر ا يو ار ال. احنا اخذنا اللي هي فيسبوك ديستنيشن which is هي البيج تبعت فريندي موبايل. في عندنا هلا what would you like to do. هلا في عندنا 3 types of ads. ممكن احنا بهمني انا كبيج انه انا تو جيت لايكس لهي البيج يعني او تو جيت فانز، فبهاي الحاله بناخذ اللي هي جيت مور بيج لايكس. او ممكن انه احنا وي وونت تو بروموت ا بوست وذين ذيس بيج، يعني في مرات بدنا نعمل بوست مثلا هون في كلنا مع النشامه امبارح، شباب النشامه ما قصروا. فهنا في كلنا مع النشامة في مباراتهم اليوم مع أوزبكستان، حابين إنه يعملوا لها بروموت مثلاً، فبنحط إنه إحنا بدنا to promote this post. وممكن اللي هي ال advanced options بنصير نختار إيش بدنا، مثلاً landing view تكون مثلاً timeline أو تكون photos أو تكون events within the page، أو ممكن إنها تكون application، ممكن إنها تكون مثلاً حتى صورة موجودة على ال page. فبنقدر نختار many options موجودة إنه to create. يعني فيسبوك ما خلى أي post we can promote it، يعني لأنه مرات ال posts كتير مهمة اللي موجودة والreach تبعها لازم يكون عالي، فهاي لازم تكون through الفيسبوك advertising. خلينا نروح على نجرب الـ get more page likes. بيكون عندك الفيسبوك اد بتضمن يعني خلينا نحكي يمكن 3 أو 4 اشياء مهمة. الاشي الاول اللي هو الهيدلاين. الهيدلاين باي ديفولت هو دائما بيكون الفيسبوك بيج نيم. فهون عندنا اللي هي فريندي موبايل جوردن، بتكون تتكون من 25 حرف مع السبيسز، فلازم نكون كتير دقيقين بالأحرف هاي. بلس عنا التكست، التكست هو 90 حرف مع السبيسز. وإحنا دائما أنا بصراحة دائما بفضل إنه يكون بالعربي الآد، لأنه العربي عنا بالريجن كتير بيعطي conversion rate أعلى، يعني بالانجيجمنتس على الفيسبوك بيج مثلا او على الاد نفسه بيعطيك كليكس اعلى وبيعطيك اشياء كثير احسن من لما يكون انجليزي. هلا على ذوكم بس بنجرب البروجكت اذا زبط ولا بنرجع لهذا. واضح منيح. واضح هيك؟ اوكي. بناخذ بعدين التكست زي ما قلنا هو 90 حرف مع السبيسز، وفيسبوك كثير دقيقين، يعني 91 حرف ما بيعطيك ابروفل على الاد. فلازم نختار دائما التكست يكون كثير واضح، ولازم يكون كثير اتراكتيف للكلاينتس او انه تعمل كليك عليه، يعني لازم يكون فيه مسج واضحه انه ايش الاوفر مثلا اللي انت عم تعمله لفريندي،
او ممكن يكون هو بس انه مجرد انه انت بدك تو جيت لايكس على البيج عندك، فلازم يكون كمان انه شيء مسج واضحه انه تحفزنا انه نعمل لايك على البيج. هلا عندنا اللاندنج فيو اللي هي اللاندنج بيج نفسها. في عندنا ممكن يكون هو التايم لاين، بوديك على التايم لاين تبع البيج نفسها اللي هو على الويلكم بيج. ممكن يكون فوتوز مثلا، كل الفوتوز اللي موجودين، ممكن يكون حتى ايفنتس، ممكن يكون ايفن ابلكيشن زي ما قلنا او اي شيء ثاني. هلا كمان في عندنا الايمجز. الايمجز كمان كثير مهمه انها بتعمل كمان ممكن انها تكون اتراكتيف كمان اكثر لليوزرز انه تو كليك اون ذا اد. لها سبيكس معينه اللي هي 172 بيكسلز. هون عندنا موجود اللي هو اللوجو تبع فريندي، وهي عاده بتكون اللوجو تبع يعني تبع الكلاينت. هلا في عندنا كمان هون عم نحكي انه الادز باي ديفولت صار عم بيطلع معها سبونسرد ستوريز. هلا السبونسرد ستوريز هي في لها كمان اكثر من شكل. في سبونسرد ستوريز بتطلع على النيوز فيد زي اللي عم نشوفه هون، انه مثلا حدا من الفريندز زي جين دو لايكس فريندي موبايل، فبحفزك كثير انه الفريندز تبعونك ببين لك مين هم الفريندز اللي عملوا لايك على فريندي موبايل، فبحفزهم كثير انك انت كمان تعمل لايك لانه الفريندز تبعونك موجودين عندهم. فهون ممكن تعمل لايك للبيج، ممكن كمان تو فايند مور بيجز، فالانجيجمنتس كثير قويه. هلا الفايند مور بيجز كمان انه بتكون مربوطه شوي بفريندي، يعني ايش البيجز اللي فريندي موبايل عاملين عليها لايك، فممكن انها تطلع. فبصير هون الانجيجمنت سي ما كنا عم نحكي على تويتر بيكون في فولورز، هون في فولورز، هون احنا عم نحكي على اللايكرز او الفانز على البيجز. فهلا هون بنكون احنا خلصنا البيسكس تبع الاد. هون مثلا الهيدلاين حطيناه فريندي موبايل جوردن. هون ليتس مثلا خلينا نكتب انه لايك اور بيج تو جيت to get more details. مين عنده سؤال؟ تفضلي. يس. يعطيك العافية. الله يعافيك. لما حكيت على الهيدلاين قلتنا نحط اسم الشركة. يس. وبعد هلا من تجربتي على الفيسبوك بشوف الناس بتحط كاتشي هيدلاين، مثلا متعة السفر، أزكى أكلة. Yes. هاي الاشياء هي اللي بحسها عم تعمل اتراكشن للناس اكثر من اسم الشركه. يس yes. هلا قلنا احنا في عنا 3 تايبس اوف ادز. في عنا اللي هو الجيت مور بيج لايكس، وعنا بروموت بيج بوستس، وعنا سي ادفانسد اوبشنز. هلا الادفانسد اوبشنز هون اللي احنا بنستخدم فيها الاشياء اللي انت كنت عم تحكي عليها. بس انه تو جيت مور لايكس دائما بنفضل انه يكون اسم البيج هو اللي موجود، لانه مثلا ليتس سي زين جوردن او اورنج وات ايفر، بيكون يعني اتراكتيف اكثر انه الناس كلها بتعرف مين شو زين، بتعرف شو اورنج، بعدين تطلع على المسج اللي موجوده تحت. يعني انا بهمني بالجيت مور بيج لايكس هون التكست اكثر من الهيدلاين، لانه هون بورجيك ايش الاوفر مثلا اللي بدك اياه، او ايش او احنا هون مثلا نهدف انه تو جيت لايكس اكثر للبيج، لانه عم نحكي عن سوشيال ميديا، فاكثر اللي بهمهم انه تو انكريز عدد الفانز، يعني انه نزيد عدد الفانز على البيج. فاحنا هون مثلا نحكي لايك اور بيج تو جيت مور ديتيلز اباوت اور اوفرز. ودائما كلمه اربح بصراحه بتعطي لايكرز اكثر، يعني دائما كلمه اربح معنا جوائز، اربح معنا تطلع على العروض تبعتنا اربح، فبتعطي حافز اكثر انه يعملوا لايك على البيج. بس كمان ما يعني بهمنا بصراحه الكواليتي كمان اوف فانز، يعني ما بهمنا انه بس يجي يعمل لايك على البيج وما يكون اكتف عليها، بهمنا انه يكون مثلا قرا المسج واقتنع فيها وعمل لايك لانه مقتنع بالبيج انه هو راح يستفيد منها، راح يشوف الاوفرز اند سو اون. هلا هيك بنكون عملنا الهيدلاين، بنكون عملنا التكست، وبنكون عملنا الايمج
فهنا بننزل هلا في عندنا كمان ادفانسد اوبشنز انه بتعمل بتقدر تحدد تارجت اكثر وهي في عندنا كمان يو ار ال تاجز بتقدر انه تو سبيسيفاي سوري يس حكينا عنها هلا اللاندنج فيو ممكن انها تكون هي تايم لاين اللي هو البيج تايم لاين ممكن يكون الفوتوز مثلا او ايفنتس اي شيء بيكون هو له تاب عندك بالصفحه يعني اي تاب موجوده ممكن تكون ابلكيشن ممكن تكون وات ايفر بوست حتى بنعملها بنعمل التايم اللاندنج فيو عليه هلا هون بنحكي عن الاودينس هلا احنا اوكي اخذنا اللي هو الشكل العام تبع الاد اخذنا الهيدلاين اخذنا التكست واخذنا الايمج هلا هون بنبلش مين الاودينس اللي احنا عم ندور عليه يعني مش كل الكلاينتس الاودينس تبعهم واحد في التليكوم مثلا بيكون اوكي ماس بس ممكن ليتس سي مثلا الكترونكس لا بيكون عندهم شريحه معينه بدهم يوصلوا لهم مثلا هم الفئه مثلا من العمر 25 وفوق ممكن يكون مثلا بهمهم الستات لهذا العرض اكثر من الرجال الايج مهم عندهم الكانتري كمان كثير مهمه ممكن في شركات بتكون عندها تارجت لأكثر من بلد معين فخلينا ناخذهم واحدة واحدة هون بنبلش بالانترستس في ناس مثلا بقولك انا بهمني انه يكون الانترست اللي هم مثلا الناس اللي بيحبوا الالكترونيكس ليتس سي فاي مثلا عم ناخذ الكترونيكس ان جنرال الاودينس عندنا هون 17 من كان هون بالجوردن عم نحكي في عندنا 66,000 بس ان جنرال بكل العالم عندنا 17 مليون يوزر هم عندهم انترست بالالكترونكس هلا برضه بالانترست بيكون في عندنا اللي هم سجستد لايكس اند انترست يعني في ناس منهم مثلا اللي انت مثلا اذا انت سامسونج بهمك انه الناس اللي بيحبوا سامسونج مثلا اذا انت ديجيتال الكترونيكس في عندنا هون كمان نقدر نحدد بصير سبيسيفايد اكثر اللي هو الاودينس تبعنا ان جنرال يعني خلينا نعطي معلومات هيك اكثر ان جنرال الكلاينتس ان جوردن لانه اليوزرز شوي عندنا يعني محدود شوي بهمنا كثير انه اكثر عم نعمل بير ايج يعني التارجت تبعنا كله اكثر وبيكون بحددوا من الكلاينتس يعني بيجينا انه انا بدي احدد بير بيج ما بدي احدد بير انترست لانه الانترست شوي عم يعني الاودينس تبعها بيكون كثير قليل ممكن مثلا بالدول اللي فيها فيسبوك يوزرز كثير عالي ممكن انه نحدد انترست ونحدد اشياء ثانيه تارجتد اكثر بس بالفيسبوك عندنا بالاردن اكثر شوي عم بيروحوا على ماس يعني بحددوا ممكن ايج فوق ال 18 فوق ال 23 اند سو اون بس الانترست كثير بصراحه قليله عم تجينا عليها ريكويست ايفن انه احنا بنعطي ريكومنديشنز انه يعني اوكي عندنا 66,000 بس هدول 66,000 انت اللي بهموك يعني ممكن بتعمل لكل الفيسبوك يوزرز بالاردن وتشز هم على فيسبوك عندنا 3 مليون تقريبا بس انه انا ما بهمني 3 مليون اني انا اعمل عليهم كلهم يشوفوا الاد تبعي انا بهمني الاودينس اللي عم بعمل له انه يكون البرودكت تبعي بهمه وبهمني انه يشتري يعني يكون الكونفرجن ريت تبعه عالي هلا عندنا اللوكيشن خلينا نحكي جوردن لانه الشركه اللي عم نعمل لها الاد هي بيست بالاردن وبس بالاردن موجوده مش موجوده بالريجن ممكن ناخذ كمان مور تارجتنج اوبشنز هاي الايج عم نحكي let's say خلينا نعمله من 18 سنة وفوق صار الريتش 50,000 أل من 13 سنة لل 18 سنة فيه تقريبا 16,000 فهون احنا بهمنا مثلا الناس اللي فوق 18 سنة عم نحكي الجندر all let's say ممكن نحده men وممكن نعمله women بس احنا هلا خلينا عم نحكي عن الاول هلا البرود كاتيجوريز ممكن نحكي مثلا احنا بدنا الموبايل يوزرز اللي بيشوفوا فيسبوك مثلا بس اللي عندهم اندرويد ممكن نشوف اللي عندهم اي او اس ممكن حسب الانترستس كمان
يعني أنا بهمني مثلا هدول التارجت تبعي 50,000 كمان بيهتموا بالسيارات let's say. فهون عنا أقل كمان شوي لل 30,000. ممكن نحكي مثلا الناس اللي بتهمهم إلكترونيكس مع هوم أند جاردن let's say. برضه هون صار عنا التارجت كتير قليل 13,400. هلا كل ما قل التارجت يعني كل ما الاودينس تبعك عم بيقل كل ما السعر عم يعلى عليك. فاحنا دائما شوي عم من يعني بالاردن عم نحكي لهم انه خلينا شوي ماس لانه بصراحه الاسعار تكتر كتير. يعني لما يكون التارجت تبعك قليل بيكون السعر عليك كتير عالي، وهو منطقيا لانه انت عم توصل للشريحه اللي بدك اياها بالضبط. يعني انت يو ار نوت ويستينج كليكس او امبريشنز اند سو. هلا احنا هون خلينا نحكي مثلا كمان في عنا الكونكشنز اللي هم ممكن تحكي انه انا بدي بس الناس اللي مش موجودين على مش فانز بموبايلي سوري بفريندي، او ممكن احنا بدنا anyone يعني اي واحد موجود من هذا التارجت الاودينس اللي موجود هون يشوف الاعلان. ممكن نحكي انه لا بس بدنا اللي هم الناس اللي مش فانز على هاي البيج. فهنا انت بتحدد التارجت تبعك كمان انه ما بهمني الناس اللي اوريدي هم فانز انهم يعملوا لايك كمان مره او يشوفوه، انا بهمني بس الناس اللي ما مش عندي فانز على البيج انهم يعملوا لايك. هلا ممكن هنا مثلا كمان انه نعمل تارجت بيبل مثلا الكومبيتيتورز ليتس سي احنا الكترونكس مثلا ال جي سامسونج. ال جي مثلا بتطلع انه مين اليوزرز انا بدي مثلا تو تارجت اليوزرز اللي موجودين عند سامسونج. فهنا ممكن مثلا نحط سامسونج او اي شركه موجوده سوري انا مش سامعك. يس احنا حكيناها انا وخالد. يس يو هاف تو بي ادمن اون بوث بيجز يعني موجوده. فهنا بلس في عندنا تارجت بيبل هو ار نوت كونكتد تو فريندي which is هاي حكيناها. يعني انا بصراحه بحبس دائما انه نعمله anyone يعني شوي فيها اويرنس كمان بيكون عالي. بس للبيجز اللي عليها كتير فانز يعني خلينا نحكي 500,000 وفوق نص مليون وفوق لا ام نوت انترستد انه اورجيها لكل اليوزرز. انا بهمني لانه هون صرت عم بهمني كثير اني اجيب فانز. فهذا الشيء هون بيحدده كمان انت النمبر اوف فانز اللي موجودين عندك على البيج. هلا هون عم نحكي احنا انترستد ان مين وومن اول. يس يس نعم يعطيك العافية. الله عافية. يعني اللي بفهم منك إنه إذا أنا بدي أروج الإعلان تبعي عند الناس أنا فريندي، بدي أروج الإعلان تبعي عند سامسونج أو بدي أروجه للفانز تبعين سامسونج لازم أكون أنا أدمن على سامسونج كمان. بالضبط. Otherwise ما راح يوصلهم. No. حتى بالنسبة للبيجز ال هي كلها بيجز. احنا عم نحكي عن بيجز لانه هي تو جيت مور لايكس يعني عاملين الاد نفسه انه تو جيت مور لايكس. فلازم انت تكون ادمن على التو بيجز. يعني ممكن شوف ممكن مين يستفيد منها الادفرتايزنج ايجنسيز مثلا اذا كان في منهم بيكون ادمن على تو بيجز او السوشيال ميديا ايجنسيز فبقدر يتحكم ممكن يتحكم فيها. نعم واضح. هذا سؤالي. هلا اذا انت ان ايجنسي عندك يور مانجينج كذا بيج، Is it ethical for you to do this? هلا انا مش ايجنسي مش سوشيال ميديا ايجنسي، هي اكثر على السوشيال ميديا ايجنسيز. هلا هي يعني ممكن انه ما يدخل فيها موضوع الايثيكال. يعني احنا وي ار كونكتد ليوزرز يعني عم نحكي عن يوزرز. ف ات ذا اند اليوزرز موجودين يعني. بس ممكن انه انت بهاي الطريقه انك توصل يعني which is الكومبيتيشن كمان بتكون يعني بين اليوزرز انه حلوه انه يكون في كومبيتيشن بين الكلاينتس. فهلا مش يعني ممكن okay, تكون ايثيكال ممكن لا يعني sure. ما بقدر احدد لك بس انه هاي بنقدر نسويها على فكره. انا مش شايف عليها بس هذا اللي عم بحكي مو شايف عليها اي مشكله. هلا خلينا نحكي انا كومبيتينج براند، انا عندي براند صغير yes.
وبدي اجمع فولورز او هاف ذا بادجت تو باي فور ات، وممكن انا هلا اروح مثلا اشوف مين اكبر ايجنسيز موجوده بالبلد وعارف ان عندهم توب براندز، then I can talk to them to انا اول تارجت ذس براند ولا ذا براند. ازيد فشو رايك؟ Can I do this? Can I go to an agency واحكي لهم انا I want to target people on Facebook ads بس انا عاجبيني البراندز تبعون رؤية تي في. So I want you to target those fans. Can I do this? ما في مشكلة، صح؟ Yes, بس خالد انا عندي point شوي. هلا عندنا in general agencies يعني social media او advertising agencies they don't take competitors. يعني مثلا ماينشير عنده زين let's say بده مثلا ما بياخذ اورنج، فعشان هيك ما بتدخل فيها موضوع انه ما بتقدر مش ethical. Yes. Fine. بس انا ما بدي اسرق تبعون اورنج ولا اومني ولا كذا، بس انا مثلا عاجبيني انه رؤيه مثلا dominated by Jordanians. Yes. So I want to target those people. Yes. تبعون رؤيه. I don't think so. And you are paying. يعني أنت you are paying to get these fans. لحظة، هلا في حديث دائما بيتم على موضوع قديش أخلاقي السوشيال ميديا أدفرتايزنج بشكل عام، إنك أنت بتختار الأردنيين النساء، طبعاً مثلاً النساء المهتمين بالمكياج، إنه في كتير information يمكن أصحابها ما كانوا متأكدين لما أعطوها لفيسبوك إنه هاي يعني معلوماتهم رح يتم استخدامها إعلانياً، ولكن فيسبوك بيقدم خدمة مجانية وأنت بتستفيد منها وأنت مكيف على فيسبوك ومبسوط إنه ببلاش، فيعني هذا هو العقد اللي بينك وبين فيسبوك، وهذا العقد جزء منه إنه المعلنين بيقدروا يعملوا تارجتينج لزبائن المنافسة. ماذا رأيك؟ فيش إشي ريلي فري في النهاية، حتى الفري بتدفع حقه. وأنا صراحة كنت بدي أحكي نفس موضوع اللي حكى ياسر، لما الميديا باينج إيجنسي أصلاً ما بتقدر تأخذ شركة منافسة تشتري لها. بس في كنت بدي أعقب على شغلة حكاها ياسر. هلا ياسر أنت حكيت لما بدك تيجي تعمل تارجتينج أنت بتعمل تارجتينج لأنيون مزبوط. بس هلا أنت كأدفرتايزر مش مفروض يكون في عندك مثلاً بوليسي، أنت بتعرف هلا فيسبوك بسمح لك بأورجانيك ريتش لسيرتين برسنتج والباقي لا تحاسب بي بيد اصلا يعني. فعشان هيك هلا انت كادفرتايزر هل بتكون تحسب هذا الحكي لا يعني للشركه اللي بتيجي بتقول لك بدي ميديا بلان على فيسبوك، بتيجي بتقول لهم انه مثلا انا بنصح بسيرتن برسنتج عشان توصل على يور كرنت بيس اللي انت ما عم تقدر توصلهم اورجانيكلي والباقي انا اجيب فيه نيو فانز، ولا بتكون وان كامبين على اساس انا اوصل بنفس الوقت واجيب نيو فانز؟ يس هلا هي ديبندز على كمان زي ما قلنا عدد النمبر اوف فانز. يعني اللي عندهم نمبر اوف فانز شوي ادفانسد عالي، يعني مثلا لما نحكي بالاردن 200,000 و300,000 يعني جود نمبر، يعني نمبر كتير عالي لانه الاكتوال يوزرز تقريبا ما بيطلعوا يمكن فوق المليون مليون وشوي، كنا عم نحكي انا وخالد بالفيسبوك هذول الاكتوال يعني، بس عندنا على فيسبوك بين 3 مليون بس اتس هارد تو جيت 1 مليون. يعني we are fighting إنه to get مثلا fans على pages معينة إنه هذا. بس in general إحنا لما تبلش البيج دائما بنعمل تقريبا yes. يعني لأنه بيبين عنا من ال ads إنه ال ads كتير عم تطلع ولناس مش fans وما عم بيعملوا likes، فبيكون في كتير جاب يعني عم بيكون انه اوكي انا عندي 3 مليون طب انا عندي هلا مثلا 600-700,000 فانز مش عم بيزيدوا ليش؟ يعني في اكتوال يوزرز مش موجودين مش فيك مش لا مش فيك مش فيك اتس نوت فيك هو وي هاف 1 مليون اكتف مش هيكون فيسبوك دائما وكذا وبسوي يس هلا ممكن انه يكون مثلا انا عندي يمكن 3 اكونتس او 4 اكونتس ممكن في عندي منهم 2 بزنس اكونتس فانا ام نوت انترستد انه تو دو لايكس على بيجز معينه او على هذا انا بس 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 فاتح هذا الاكونت اشتغل عليه فممكن اني ما اعمل لايك على بيجز يعني بس من ماي بيرسونال اكونت اي كان دو او انا ام انترستد انه تو دو لايكس على هاي في عندنا سؤال هناك بس لا حكت بوينت حلوه كمان الادفرتايزمنت كمان انه كثير مهم انه يكون المسج اللي عم بتوصلها انهم يعملوا لايكس
بس ان جنرال هلا فيسبوك بالسبونسرد ستوريز اللي بتطلع انه بيطلع لك لوجو مثلا محمد لايكس زين انه بيطلع لك انه تو لايك ذا بيج بعطيك بوتون تو لايك ذا بيج. هلا هاي الانجيجمنت ريت تبعها كثير عالي يعني والكونفرجن ريت تبعها كثير عالي. فان جنرال لما كان عندنا 100 و200 الف احنا عم نحكي من اكسبيرينس لما كان عندنا 100 و200 الف كان ديلي الديلي افريج ريت اوف فانز عم بيطلع 3,000 و4,000 هلا مش عم بيطلع عندنا 300 400. فاكيد بيكون لانه اليوزرز قلوا كثير فاحنا عم يعني عم وي ار فايتنج يعني عم نعمل كثير مثلا فيسبوك ادز وتكست وايمجز مختلفه عن الثانيين تو جيت هاي وعم نحفز مثلا اربح معنا اعمل فعم نجرب كل شيء يعني يس لا احنا ما عم نحكي على التكلفه احنا عم نحكي على انه الفيسبوك يوزرز احنا يعني وي ار فايتنج انه مثلا انه تو جيت مور فانز انه نوصل لانه عم بيصير عندنا صعوبه بانه نلاقي فانز بعد ما نوصل مرحله معينه. لا انا هذا مش عم بعمله انا عم بعمل ان جنرال اد يعني انا مش هلا هذا تيست اد يعني هلا بكيسز معينه هون عندهم 2000 يعني بس انا عم بحكي عن فريندي بس انا اخذت كمان الكترونكس فعم بعمل ديمو يعني مش هذا مش التارجت تبعنا يعني عفوا انا مش سؤال عندي توضيح لنفس موضوع التارجتينج للفانز اوف يور كومبيتيتورز هو شغله مش متاحه من فيسبوك فهي شغله ممنوعه وانت ethically يعني not able to do that. انت ما بتقدر تروح على اي ايجنسي تقول لهم انا مثلا بدي اعمل اعلان يوصل للفانز تبعون سامسونج كونكم انتو ادمنز عند سامسونج ولا هم بيرضوا لانه هم ما بياخذوا exactly. سامسونج وال جي اصلا exactly. وهي زي ما حكى الاخ زيد هي مش فيتشر متاحه من فيسبوك لو انها متاحه كان بتقدر تعملها بس هي الفيتشر متاحه اذا انت ادمن على تو بيجز exactly. لا انا قصدي انت ادمن على يور بيج yes. مش متاح لك انك تعلن على لفانز اوف اني اذر كومبيتيتور لازم تكون ادمن عندهم يس yes. لا هلا انت اذا جربت تحطي هلا مثلا خلينا نضرب مثال انا ادمن على صفحه نوكيا وبدي اعمل اعلان انافس فيه شركه سامسونج وانا مش ادمن عند سامسونج اكيد انا منافس لهم مش راح يخلوني ادمن على صفحتهم ممكن الجأ لايجنسي بس بالوضع الطبيعي بحال عدم وجود ايجنسي ما بقدر اني احط اعلان يوصل لمنافسي يعني بقدر بصير بهي الحاله احطم الكامبينز تبعتهم فهي ايثيكلي نت لا هي انت مش عم بتحطم شيء يعني هي بس انه انت يو ار ريتشينج اليوزرز تبعونهم يعني الفانز تبعونهم فانت باي طريقه هلا احنا ممكن نوصل للفانز تبعونهم باي يعني باعلان عادي يعني ممكن نحدد التارجت تبعنا وايش اليوزرز اللي بدنا اياهم ممكن نوصل لهم بس هو يعني انا اللي عم بحكيه هون عم بحكي عن السيستم تبع فيسبوك السيستم ادز السيستم عطيك اوبشن انك انت يو كان تارجت الكومبيتيتورز تبعونك بس يو هاف تو بي ادمن اون ذا بيج اوكي بس اي هاف ا بوينت هير بس لحظه شوي انا بيجيني ريبورتس فروم فيسبوك دايركت One of the reports that comes to me إنه في عندي شغلة اسمها affinity. فبحكي لي percentage من الفانز تبعونك they like مثلاً رؤية. Percentage. But أنا I bet you إنه sooner than later this will be available for other. Do you know something? It was available. وفيسبوك وقفها. تصدق؟ كان متاح زمان إني أنا مثلاً بدي أعمل إعلان للفانز تبعون أديداس أكتب أديداس يطلع لي كل البيجز اللي فيها اسم أديداس وأنا إبيجز بس وقفها لأنه اشتكوا الصفحات على هاي الشغلة يعني أنا بكون منزل برودكت مثلاً سامسونج إس 4 300 دينار بتيجي شركة تانية بتعمل تارجت للفانز تبعوني بتقول لي لا 290 دينار فبطل حدا يشتري مني لأنه نفس الفانز تبعوني صاروا يطلع عندهم ميك سنس اللي وراك بعدين يعطيك العافية يعافيك بدي ارجع على موضوع التفاصيل اللي كنا نشتغل فيها قبل شوي عند الانترست في الكونتنت العربي خلينا نحكي الاسماء بالعربي او الشغلات بدي ادور عليها في الهاشتاجز وهي شغله كثير ضعيفه صح يس مزبوط طب شو السبب او كيف ممكن اتجاوز هذا الموضوع بالاخر انا لو بدي اعمل تارجتد لناس يعني تيبيكال عربي بالضبط عرب وكل شيء بدور عليه في العربي شو احسن طريقه الاقيها
يعني اللي موجود على فيسبوك هذا اللي بنقدر نسويه، يعني ما في شيء صراحه بنقدر. هلا ممكن هم بياخذوا الانترست هاي كمان من الناس اللي بتشتغل على كونتنت العربي، بس كتير قليل يعني عندنا الناس عم يستخدموا فيسبوك بالفيرجن العربيك فيرجن يعني. فممكن انه يعني السوشيال ميديا شوي كمان بالبيجز انهم كتير يشتغلوا على موضوع العربي كونتنت، يعني عندنا كتير انجلش كونتنت عم بيكون، حتى التابز والهاي لازم نعملها بالعربي، يعني مثلا الكترونيكس نخليها الكترونيات بدل ما نحطها الكترونيكس. بس ممكن يعني صراحه هو شغل اكثر للسوشيال ميديا يعني. مش question، هو تعليق بس انه على قصة ethical او مش ethical. هلا مش ضروري يكون انا حدا competitor، بس ممكن انا بدي انزل مثلا application على OS بسبكس معينة، فانا بروح بعرف انه انتو الagency تبعت مثلا سامسونج، فبدي انزل application بس لسامسونج، فمثلا انتو هيك صرتوا you are making use انكم انتو اللي عمالكم انتو السوشيال ميديا تبعون يعني تبعون سامسونج، فمثلا انتو بطلوا سامسونج معاكم انا كمان بدي ابطل معاكم. يعني is it ethical still انه مثلا انا بدي اعمل application بنزل على OS معين بسبكس معينة whatever، هلا انا باجي بدي تكون انت الايجنسي تاعي عشان انت عندك سامسونج once، هلا انت you are making use of هذا، يعني انت صرت عم تستفيد انه سامسونج عندك مش بس سامسونج عم تستفيد منك، وانا اذا انتو بطلوا سامسونج معاكم انا كمان ما بدي اضل معاكم. So I'm يعني is it ethical انك انت تستعمل البيج اللي انت ادمن عليها؟ بس يعني I'm not necessarily a competitor. لا هلا خليني اوضح شغله. هلا شغل السوشيال ميديا بيختلف عن شغلنا كادز، يعني انا عم بشتغل على اكثر من بيج، بس انا ادفرتايزر، يعني انا كهذا مش ادمن على البيج، مش مانجر، فانا I cannot do anything انه بس انا I can to advertise لهذا الكلاينت اونلي. انا فاهم عليك، بس احنا كنت عم بحكي على انك انت بدك تو تارجت مثلا سامسونج فانز اجين، فانت هيك عم تستفيد. انا اضطريت اشبك معك عشان انت عندك سامسونج، عشان الابلكيشن تاعي ما بشتغل غير على سامسونج مثلا. فيعني ام بس انا ام وندرينج وي ار نوت ديلينج اصلا مع ابلكيشنز، يعني انه يشتغلوا على انه بس it's, عشان بيج. اتس جاست ان اكزامبل. يس يعني انا بدي ابيع قطعه غيار لشيء معين. هي هو الماركت كومبيتيشن يعني، فممكن تصير. هلا انت كنت تحكي عن الاعلان المدفوع صح؟ يس. طب الاعلان المجاني واذا نفس الطريقه بنعمله وقديش بينفع على الفانز؟ ما في اعلان مجاني نهائي؟ نو. طب بيكون في على الزاويه كله انه اعلان مجاني؟ لا 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 كلهم بيد، كله مدفوع. يس. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بدي اعلق على موضوع الايثيكال والنون ايثيكال. انا يعني بسطت الموضوع، شبهته انه الفيسبوك المجتمع الاردني، الفيسبوك زي مثلا معرض سمارت باي شارع الجامعه. انت لما بدك يكون عندك مثلا زي كشكل شركه ال جي يعني يبيعوا عليه تليفونات، مش معقول انك مثلا واحد جاي يشتري تليفون ال جي انت المندوب سامسونج تبع يعني تيجي عنده وهو واقف على كشك ال جي وتعرض عليه منتوجك. هلا لو كان معك اذن من شركه ال جي تسوي هذا الحكي فهو اصلا يعني بنا في يعني اخلاقيات التسويق. بس شغله ثانيه انه زي ما حكوا اذا كان مش منافس مثلا خدمات مسانده او مثلا جانب ثاني، لكن يعني زي مثلا فلان شرى كتاب احتمال كثير كبير انه يشتري الكتاب الثاني فانا باجي بعرض عليه. فهي الفكره انه انت مثلا عندك فريق اكاديمي عم بخدم الطلاب، جمعت لك 2000 طالب، اجى واحد عنده فريق ترفيهي بخدم نفس الطلاب. انا برايي الضابط الوحيد هو انه يطلب الاذن من اللي جمع ال2000 طالب انه يعني يعرض عليهم فكرته، اذا ما وافق بيصير انثيكال يعني، وحتى لو كانوا كومبيتيتورز. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ثانك يو. خلاص بكفي ايثيكال، اتس نوت ان ايشو اني مور، ام بياند ات. لا لا هي ات واز اوفرد، معناته يو نو ات واز ايثيكال، ذن لما صار في عليها كومبلينت شافوا انه في شويه كومبيتيشن فوقفوها. يس. فمعلش كلمة. اوكي عن الكمبيتيتورز، اشترينا S4 سامسونج S4 انكسر فيه محل السيم كارد محل ما بنحطها،
فصار كاستمر سيرفيس ومشاكل وقصص. التجأنا للسوشيال ميديا, you probably can see it if you follow me هيني. حكينا مع بي سي اي, حكينا مع سامسونج ديفانت, بلا بلا بلا. ثلاث اسابيع واحنا بالقصه وما فيش حل, فيش قطع غيار ومش قادرين يصلحوها. وتقريبا ثلاث اربع مرات بنهار تويتات على الموضوع. اخر شيء ال جي طلعت فجاه بتقول لي هاي خدي عندي مفاجاه لك, اطلعي على الدي ام. رحت على الدي ام, it was nothing like 50% off. سامسونج وبي سي اي وليفانت هزموا مره واحده, هبوا صلحوا التليفون وكل شيء وركضوا حكوا معنا تعالوا هاي التليفون جاهز جديد حتى مش صلحوا. I tweeted tweeted about it. Oh thank you LG, ما احسنكم. No, you are smart. معلش احنا we're going off. لحظة شوي LG هون. Hold on. انا هلا I'm pro this. I'm pro passive interference. معناته and she has a problem with the with her brand, they're not doing anything about it, فانت you're offering an alternative. But وقتيها بتذكر حكيتي لنا على تويتر انه انت حابه كنت ال جي كاستمر وحابه ترجع لال جي, مزبوط؟ وعشان هيك احنا قلنا لك انه اوكي احنا واحنا صراحه قلنا لك يعني احنا بنرحب فيك باي وقت, ولسه ال 50% باي ذا واي ستيل اون يعني. ايه والله لاي حدا بيحب اهلا وسهلا. So LG is offering 50% for the people here on which device? الموبايل. Sorry guys. يلا على البيعة. سوري ياسر تفضل. اوكي نكمل. احنا ممكن ناخذ كمان بالريليشن شيب ستاتس انه اول سنجل ان ا ريليشن شيب ماريد انجيجد نوت سبيسيفايد. اولسو وي كان تارجت باي لانجويجز, يعني اللي حاطط على البروفايل عنده انه مثلا بس انجلش لانجويج ممكن ناخذه انجلش يو اس يو كي ابسايد داون, ممكن ناخذ الانجلش اول بلس, انه ممكن ناخذ كمان على الادوكيشن انه بدنا anyone بدنا ان هاي سكول ان كوليدج كوليدج جراديويشن, ممكن هون نحط كمان ايش اسم الكوليدج اللي كان هو فيها. حلو. بس ياسر انت بتنصح فور فيرست تايم لاول مره احنا وي جو وذ ذا ديفولت يس اول نون كله صح؟ yes. احنا يعني يوجوالي وي دو ات از ا ديفولت, يعني عم ناخذ اللانجويجز اول, لانه انا لما اعمل تارجتنج للكانتري جوردن بهمني الناس البروفايلز تبعتهم اللي هي انجلش عربيك, يعني ما بهمني بس مثلا اللي بيحكوا انجلش. فاحنا يوجوالي بنعمل مثلا هون ما بنعمل انترست, نخليها فاضيه, نعم نخليها جوردن الايج من 18 وفوق, هي ديفولت من 13 ان اب يس. ما بناخذ مثلا الهوم اند جاردن. شوفوا الاودينس كيف عم يكبر, صار عندنا 540,000 تقريبا بلس. بناخذ اني ون كالكونكشنز الا اذا كان عندنا النمبر اوف فانز كثير عالي, نعمل انه اونلي بيبل ار نوت كونكتد بلس. بناخذ الانترستد ان اول ريليشن شيب ستاتس اول, وبناخذ الادوكيشن كمان على اني ون, صار عندنا 2.6 مليون بيبل. يس يا يوجوالي لما يكون عندنا بس 2000 وشوي ما راح ياثروا علينا يعني بالاد, يعني يوجوالي بنخليه مفتوح للكل لانه صراحه كسوشيال وايز احسن, يعني بيعطيك انه هدول البيبل كمان لايك يور بيج, فانت ممكن انك تعمل للفريندز اوف فريندز بلس. بعدين هون وصلنا, هون اهم شيء كل واحد بالله يفتح عينه ويصحى, اللي نايم يصحى. وصلنا للكامبين برايسنج اند سكيدجول. هلا لما بنحكي عن الكامبين نيم بنسميها هاي بس لل internally wise, يعني قلنا عشان اعرف شو هي الكامبين, مثلا كانت فريندي مثلا اس ام جو.
ممكن ناخذ البادجت. هلا هون عم نحكي عن البادجت، ممكن انها تكون لايف تايم بادجت، ممكن انها تكون ديلي بادجت يعني بير داي. واحنا يوجوالي بنعمل ريكومنديشن على البير داي عشان انك تضلك تقدر انك متحكم او عندك كنترول على البادجت تبعتك. هلا البادجت بتتحدد بصراحه على الكلاينت نفسه، يعني ايش البادجت اللي هو عنده مثلا بير مانث بير ويك بير داي وات ايفر، وهي بتحددها قديش هو حاجز كليكس او امبريشنز. خلينا نحكي شوي بالبيسكس تبعت البرايسنج او يعني برايسنج وريبورتنج للديجيتال ادفرتايزنج ان جنرال. هلا ما بعرف يمكن موست اوف يو بيعرفوا ايش المصطلحات اللي بنستخدمها كسي بي سي سي بي ام اند سو اون. نعيدها من الاول. يس. هلا نحكي السي بي سي اللي هي كوست بير كليك، يعني احنا هون بندفع بس لما حدا يعمل كليك على الاعلان. هلا السي بي ام اللي هي كوست بير ميل، الميل بالفرنسي اللي هي 1000، يعني احنا هون عم نحاسب على كل 1000 مشاهده. كل 1000 مشاهده هي بنسميها سي بي ام، فممكن نحاسب يا سي بي سي يا سي بي ام. هلا في ادفانسد برايسنج موديل عم بيستخدموه جديد، صار سي بي اي سي بي ال اللي هي كوست بير اكويزيشنز او كوست بير ليدز اند سو اون. هاي بنستخدمها لما يكون عندنا احنا عم نبيع مثلا زي الاي كوميرس ويب سايتس زي ماركه في اي بي سكر اند سو اون، ممكن انه نبيعهم يوزرز. يعني ما بيجي بحاسبني على الكليك او على الامبريشن، هو عم بحاسبني على يوزر لما يسجل عنده على الويب سايت. فهاي هون كتير مهمة بتكون، زي لما حكينا على الكونفيرجن تراكينج. يعني الكونفيرجن تراكينج هون بنعطيهم كود بحطوه عندهم على اللاندينج بيج، بقدر أنا أعرف كم يوزر من الإعلان اللي أنا عامله على فيسبوك إجاهم وعملوا ريجستريشن عندهم على الويب سايت. لسه ما وصلنا، هلا إحنا بنحددها. يس هيا بتفرجك. يس هلا ايش الفرق بين why should I go CPC or CPM؟ يس. هلا ان جنرال بتحددها الكامبين نفسها. يعني احنا هون عم نحكي على لايكس. يعني انا بصراحه لما بكون بدي لايكس او فانز للبيج ما بهمني انه بس يشوف الاعلان تبعي وخلص وادفع عليه، لا انا بهمني انه يعمل كونفرجن، يعني انه يعمل كليك يروح عندي على البيج يعمل لايك، او ممكن انه يعمل لايك على نفس الاعلان لما يطلع على الرايت سايد بيطلع لايك. هلا ممكن اذا عمل لايك حتى ما ادفع انا لا امبريشن ولا كليك. يعني هاي كثير مهمه، دائما نحكي للكلاينتس انه يعني عشان انا اقدر اعمل الاعلان يطلع مع لايك بوتون لازم انا اكون ادمن على البيج. مرات مثلا هم بخافوا انه يعملوك ادمن وهي، بس انا عم بعملها عشان الكلاينت. يعني ممكن اذا حدا عمل لايك من برا البيج او من الاعلان نفسه ما بدفع لا امبريشنز ولا كليكس اذا كنت عامل الكامبين سي بي سي. فهون يعني احنا دائما بنحبذ لما يكون الاعلان هو الهدف منه انه تو جيت فانز سي بي سي دائما بناخده. هلا مثلا لما يكون في عندنا زي فريندي عاملين اوفر على مثلا مكالمات دوليه مخفضه ليتس سي، هلا بصراحة بهمنا هون الأويرنس أكثر. يعني هون بهمني إنه الناس كتير تشوفه والناس تعرف إنه فريندي عاملين هذا الأوفر. فهون ولما يكون ماس أكثر دائما بنروح على سي بي إم، يعني بناخده كإمبريشنز، لأنه بهمني كتير إنه لأنه ما بهمني إنه إذا عمل كليك إنه يروح على الفان بيج أو إنه يروح على الويب سايت ويشوف. هلا بهمني طبعا بس دائما بهمني أكثر إنه يكون الأويرنس أعلى. فهون ببين الفرق بين السي بي سي والسي بي ام، انه الهدف من الكامبين ايش هي بالضبط. هلا هون اخذنا مثلا ليتس سي $100 باليوم. الكامبين سكيدجول كمان نقدر ناخذها انه تو بي كونتينيوس اذا كانت انا بدي اعملها على لونج تيرم، او ممكن انه نحدد الديت مثلا من اليوم اللي هو 7/9 لشهر ل 7/10 ليتس سي. هلا هون الاوبتمايزيشن، هون بنحكي على البرايسنج. يعني هون بتبين انه انا بدي سي بي سي ولا سي بي ام. هلا الاوبتمايزيشن بقول لك انه يور بيد ويل بي اوبتمايزد تو جيت مور لايكس اون يور بيج. يعني هون فيسبوك هو اللي بيتحكم بالبيد تبع الاعلان تبعك. هلا هو باي ذا واي فيسبوك البرايسنج موديل تبعه بيدنجز، يعني
يعني انت مثلا تيجي بتقول انا بدي ادفع على الكليك هون 10 سنت او بدي ادفع 15 سنت. هلا انت كل ما زدت البيت تبعك كل ما انت صار لك فرصة اكتر انه الناس تعمل كليك لك لانه اعلانك بيظهر اكتر، بس هو بيكون بيصير مكلف اكتر عليك يعني. فهنا بدك انت تكون شوي experienced مع الفيسبوك سيستم انك تعرف ايش البيدز الملائمة لهذا الاعلان او لهذا اليوم. هلا هون بالعادة احنا يوجوالي ما منرد على فيسبوك لانه ممكن انها تطلع الكليك توصل لحد نص دولار، فهنا بيطلع كتير غالي. فاحنا بنروح مثلا بنقول له انا بدي to optimize it for clicks لانه انا I'm aiming to get more likes. فهلا انه بقول لك برضه برجع بقول لك انه بدك اوتوماتيكلي ولا بدك مانيولي، يعني هم مصرين انه هم يتحكموا اكثر بالاعلان، فاحنا مصرين انه لا احنا نتحكم اكثر بالاعلان. فانا بدي انا تو مانيولي بد الاعلان. بيجي بقول لك ممكن انت تو اوبتمايز ات فور كليكس او بدك تو اوبتمايز ات فور امبريشنز هون برضه. فانا بقول له لا انا بدي فور كليكس وانا المانيولي بد فور كليكس. فهنا بيقول لك انه you will be charged every time someone clicks on your ad or sponsors which is here CPC. هون الريكومنديشن تبع البيد 0.04 يعني 4 سنت. ال 4 سنت هاي شوي قليله، ليش؟ لانه الفريندي عندهم 2400 فانز تقريبا شيء هيك، يعني النمبر اوف فانز عندهم قليل، فعشان يحفز انك تضلك تعمل to get more fans بيعطيك سعر قليل في البدايه، بس لما يصير في عندك عدد كبير من الفانز بصير السعر عم بيغلى، يعني ممكن هذا السعر يصير up to 0.07 0.08 and so on. Can we play around with the number? Yes sure, يعني we can do it, we can start from 0.01 and so on. يعني بس هو البيد يعني ممكن 0.01 اللي هو بدك تدفع 1 سنت على هذا ممكن ما يمشي على انه بيكون البيدز الافرج تبعها مثلا 0.03 0.04 فما راح يمشي الاعلان تبعك. بتشوف على الريبورت انه الامبرشنز عندك زيرو، الكليكس زيرو اند سو. وين بنشوف الريبورت؟ بالاد مانجر. يس احنا دخلنا عليه هلا بنرجع له، بس خلينا نعمل الاعلان نطلعه لايف. تفضل. Yes, sure. أول سؤال، إذا بلشت 0.01 وظليت عليها ما غيرتها ما رعليت الرقم، الأدز الأد تاعي بيصير يعني يبين أقل لبعدين لقدام ولا بيصير ما بينش كثير؟ هو شوف حسب البيدز، يعني هي البيدز بتختلف من ساعة لساعة يعني بفيسبوك، يعني ممكن اليوم مثلا البيدز عندي إعلانات كتير والبيدز كتير عالية فممكن ما يمشي، ممكن بكرة يمشي شوي، بس in general 0.01 يعني نمبر كتير قليل يعني انه يمشي. سؤالي الثاني. Yes. كيف بدي اعرف السعر البيد المتوسط الافرج حاليا؟ هو عطيك يا هيو suggested bid من 0.03 ل 0.05 يعني. أوكي. انت اذا بتحط 0.03 راح يبين الاعلان تبعك بس مش كتير، اذا بتحط 0.05 راح يبين كتير منيح. وهذا الحكي بتغير كل اذا حطيت اكثر ممكن انه ما يدفعك اكثر من ال 0.05. $2 بطلع اول واحد بس بدفعني 0.5. لا ممكن اذا دفعك دولار او ممكن دفعك $2 برضه، يعني هو راح ينبسط فيسبوك انه انت عم تعطيه بتقول له انا بدي ادفع اكثر، يعني بقول لك اهلا وسهلا يعني. يعني ممكن تستخدم الفايف او ممكن تستخدم شوي اكثر يعني 0.06 0.07 مثلا بيكون كثير ممتاز. يعني الرينج المقترح هذا بتغير كل قديش؟ on a daily basis يعني او ممكن حتى بنفس اليوم يغيروه مرتين، بس انا بدي احكي بوينت يعني. هلا هون انت بصراحه انت ما بهمك الناس كثير يشوفوا الاد تبعك قد ما انت بهمك انه يعمل الكونفرجن ريت يكون عالي يعملوا لايك يعني. يعني هون قد ما اجاك 1000 كليكس اجاك 700 لايكس انت مبسوط يعني. فما بهمني انه الناس بس يشوفوه بعدين ما يعملوا كليكس يعني. اوكي هيك حكيتها. So ايش البرسنتج؟ What's the healthy percentage؟ من 60 to 70% هون بيكون الكونفرجن ريت كثير ممتاز، انه من مثلا من 1000 كليكس جاني 600 700 فانز بيكون اتس healthy. Yes. Good. 60 و 70%. Yes. Nice. Conversion good.
لا بير كليك ما في بير لايك. يس بس هلا بورجيكم لما يطلع الاعلان كيف في بيكون معه لايك بوتون هذا على الرايت هاند سايد بيكون معه لايك بوتون يعني ممكن انت ما تعملي كليك على نفس الاعلان تعملي لايك هذا بتصيري انت فان اوريدي بتصيري فان وهذا فور فري بيكون ما بتنحس. هلا عدد الفان على البيت بتحك له دخل بسعر البيت؟ طبعا يس يعني مثل ما قلنا انه عندهم فانز قليل بيكون البيت شوي اقل من لما يكون في عندك عدد فانز كتير. ايش السبب الرئيسي اللي بتحكم بالبيت يعني ممكن توصل 1 دولار بالكليك على صفحه معينه؟ ممكن شو عدد اليوزرز الفيسبوك يوزرز بتحكم كتير يس يعني مثلا بمصر كتير ارخص من الاردن لانهم عندهم عدد يوزرز اعلى بلس الاعلانات نفسها يعني عندنا مثلا بالاردن عندنا كثير عدد اعلانات كبير فشوي عم تعلى يعني وفيسبوك نفسهم هم كمان بيتحكموا يعني صفحه موبايلز مثلا شو بتختلف عن صفحه اخبار جريده اخباريه عامله بيت السعر اللي هون بيختلف وهون بيختلف شو السبب؟ بكون عدد الفانز هون وهون بيختلف يعني التارجت مثلا ممكن انه مختلف يعني شوي عن مثلا الجريده بهمها انه يكون شوي كبار مثلا ممكن حاطين التارجت ايج تبعهم 25 وفوق مثلا الموبايل لا بهمه انه اي حدا يكون موجود عنده لانه اتس ماس كومباني يعني بهمهم كل الناس تكون موجوده. يس نعم يعني هو مداخله يا استاذ خالد يعني انا من خبرتي بحكي انه كيف الواحد ممكن يقرر انه ياخذ كوست بير كليك او كوست بير امبريشن او فيو ممكن واحد من الاشياء اللي تعتمد عليها في تحديد قرارك هو الرساله الاعلانيه الادفيرتايزنج مسج اذا الادفيرتايزنج مسج ريليتد لبراندنج اكثر يعني انت بدك تشهر علامه تجاريه بدك تحكي عن شيء ريليتد يعني زي ما حكيت للبراندنج بتروح انا برايي انه بتروح للفيو لا مش للكليك اذا بدك ياخذوا اكشن يعني بدك حدا يسجل بدك حدا يعمل شيء بدك تحصل على داتا بيز من الناس yes. فبتروح لكوست بيرك مزبوط هلا كمان في بوينت بنحب نحكيها هلا دائما انا بحفز انه يكون الاعلان كثير محدد يعني مثلا عم نحكي بالسوشيال ميديا في ابلكيشنز وكونتستس عم بتصير كثير انه يصير في انتر اكشن بين الفانز وبين البيج نفسها فممكن انه مثلا الكلاينت يعمل ابلكيشن ويعمل له بده يعمل بروموشن لهي الابلكيشن عشان تيجي الناس وتسجل فيها ويعملوا لها داونلود وانستول اب اند سو اون ويصيروا يلعبوها فهون بهمنا كثير انه في شيء اسمه اللي هو انستول اب اد فهذا مثلا انا ما بهمني اني اروح والله بس اعمل كامبين اقول لهم تعالوا اعملوا لا بنروح نعمل انستول اب اد بلس في 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 ادز ممكن نعملها بس على الموبايل يعني موبايل ادز بتكون يعني بس اللي بفوت على فيسبوك من الموبايل بشوف هذا الموبايل ابلكيشن وبيعمل له داونلود هون بتكون يعني الانجيجمنتس اعلى لانه انت اوريدي على الموبايل فوانس شفت الابلكيشن تعمل له داونلود بس اذا كنت على الديسكتوب او اللابتوب ممكن انك تشوف هذا بس بدك تروح على الموبايل وتعمل داونلود لللينك اند سو اون فدائما اللاندنج بيج كثير مهمه النوع الاد كمان كثير مهم دائما خلينا نحدد يعني بالضبط ايش التارجت اللي بدنا اياه بالضبط لانه يعني تو انستول ابس كثير مختلف عن انه تو جيت لايكس مثلا للبيج يس نفس الطريقه بس لازم عندك يكون اللي هو الابلكيشن كود يعني بيعطوكم اياه الديفلوبرز تبع الاد بيعطيك اياه قال عنا 20 minutes sorry yes okay هلا هون خلصنا احنا هيك الاد بس ممكن نعمل ريفيو اد عشان نتاكد انه كل المعلومات اللي حطيناها مزبوط قبل ما نعمل بليس اوردر
صلاة السفر. سيد ياسر، سيد ياسر ممكن سؤال بعد إذنك؟ الله ستركم، كنت أحكي لكم نكتة. طيب أوكي قال زامل خلص ضبط نكتة على الكونكشن تبع زين مثلا. أوكي هون عم نحكي عن ريفيو آد، هون بنشوف الاد اللي عملناه احنا، هي هون التايتل، هون التكست اللي عملناه، وهون الايمج، وهون السبونسرد ستوريز بريفيو. هي بيطلع لنا انه مثلا احمد عارضه لايكس فريندز فريندي موبايلي موبايل جوردن، بيطلع لنا مع اللوجو مع لايك. هذا بيكون كتير الانجيجمنت عالي عليه والناس بتعمل لايك. هلا هون الاد نيم والاودينس تبعنا اللي هم هو ليف ان جوردن ايج اكزاكتلي 18 اند اولد اند اولدر، البيد تايب اللي هو سي بي سي، وعندنا البيد 0.02 بير كليك، وعندنا الديلي بادجت اللي هي $100، والديوريشن اللي هو لوان شا 1 مانث. فكل شيء تمام. هون بنعمل بليس اوردر. قديش كل يوم انت بدك تدفع؟ يس. هلا ممكن اذا كان البيد مش كتير ماشي معك مزبوط، ممكن انه مثلا يصرف ربع البادجت او نصف. طبعا يس. ما بتدور خلص انه بروح بالضبط. لا ما بروح عليك، ما بروح علينا يعني خلص انه انت صرفت $50 بخصم منك $50 بس، ما بتعدى $100. يس. بس هو عادة فيسبوك بيقسمهم على ال 24 hours، يعني ال $100 بيقسم لك اياهم طول اليوم. رد فصل. لا ما هو بنعمل له فوز ديليت. ممكن يخصم منك. لا ما راح يخصم شيء هلا ما دامك انت اوريدي عامل. لا 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 ما بيخصم منك شيء. سيد ياسر سؤال بعد اذنك. يس سيد ياسر هون على شمالك. فرضا انا بدي اعمل انستول اب اد، وعندي الاب نفسه حينزل على اجهزه الاندرويد، ونفسه في له نسخه ثانيه على الايفون. يس. هل مضطر اعمل تو اد؟ لانه بتعرف لما بتيجي انت انستول اب اد تكبس على ال تضغط على ال يعني كليك لينك بياخذك على الايتونز او على الاب ستور. مزبوط. هل حياخذك اوتوماتيكلي بالهذا ولا مضطر اعمل تو اب بالاندرويد؟ امين. لا وان اب از انف، يعني هو بياخذك انت بتختار، يعني بدك اندرويد بدك اند سو اون. يعني فهو ان جنرال احنا بنطلعه لكل الموبايل يوزرز، يعني ما بناخذ مثلا نظام معين. يعني فبالعاده لما يكون الاب انت عامله لكل الموبايل يوزرز اعمله اول، يعني لما يكون مثلا لاي او اس او لاندرويد تختار انت، بتقدر تختار يعني مين اليوزرز اللي بتفعل. لانه مثلا الكود يمكن يكون على الاي او اس مختلف عن الكود على الاندرويد. شور في اماكن انت تدخل فيها كل واحد لحال. يس. لا وهيك بتعمل تو ادز.
ما انا هذا اللي عم بسالك. يس هيك بتعمل. ما فهمت عليك. هيك بتعمل تو ادز لكل ابلكيشن بتعمل له 1 اد. يس تمام. وهيك احسن عشان تعرف مين الاب اللي عم بجيب لك يوزرز اكثر. يوزرز او ابس انستولر. واضح شكرا. بس سؤال. اوكي بالنسبه للفيسبوك كامبين اللي بتضمن الكونفرجن ريت زي ماركه في اي بي وسكر دوت كوم از ات اكتيف ييت ولا اتس نوت؟ وبالنسبه للسعر اكيد راح تكون اعلى بس في افريج معين للسعر مور انفو يعني عشان الموضوع. ما سمعت اوله بس سي بي ال هلا سي بي ال على فيسبوك ما في ولا سي بي اي يعني بس البرايسنج مودلز الموجوده اللي هم سي بي سي وسي بي ام بس عاده مع الاكسبيرينس وي كان دو ذات يعني احنا او ممكن ان نعمل تيست كامبين يعني بس هو كسي بي ال مودل مش موجود بالعالم يعني موجود انه بس انه انا بقدر ابيعك ديبيندز على تيست كامبين تقدر تعمل تيست كامبين بتشوف قديش الليد عم بتكلفك يعني مثلا من 10,000 كليكس ليتس سي اجاك 100 ليدز بتقسم ال 10,000 هذول قديش السعر تبعهم مثلا كان 10,000 دولار ال 100 ليدز مثلا كلفوك 10,000 دولار معناته انت تقريبا كلفك الليد 100 دولار فهون مثلا انت الكوست عليك 100 دولار بتقدر مثلا تحط مارجن لك وبتبيعه لماركه في اي بي بتيجي بتقول له انا مثلا هلا الافرج السي بي اي اللي هو الاكويزيشن عم تطلع على ما يعني على الاي كوميرس الجنرال تقريبا 1.5 دولار على اليوزر الواحد. جود كويشن. هلا احنا خلصنا ولا بدنا نشوف الريبورت؟ يس خلينا هلا احنا الاد بصراحه راح مع الانترنت خلص. كويشنز يس بس ممكن نرجع على المانج ادز اذا الشباب او مانج ادز شوف فريندي هاي برضه رجعت خلص وراب راب هلا بناخذ اذا في حدا عنده سؤال مايك كلنا بنعرف انه لازم يكون عندنا او عندنا تكست معين او حجم تكست معين في الاعلان هلا من سؤالي انه اذا كان صوره بيكتشر هلا الفيسبوك بتقيس قديش حجم التكست من الصوره وشو في طريقه اتاكد انه الصوره اللي بدي احطها في الاعلان صح تكست مظبوط كتير قليل قديش العالم حتكون انتراكت مع الصوره هاي اذا في اونلاين تولز او ما في اونلاين تولز yes. هلا بالبوست ال 20% هي الشيء المسموح بالتكست within the image بس اكثر من هيك بيعمل لك ديس ابروفل على الاد يعني هلا بالادز اللي عم نحكي عنها كنا اللي هي التايتل بيكون الهيدلاين يعني 25 حرف مع ال سبيسز و90 حرف للتكست مع السبيسز الايمج هي 172 بيكسلز والنيوز فيد يمكن مش حافظها 140 او في 140 او 130 في 130 الناس يعني الويب سايت قول لي او تولز موجود قول لي انه الاعلان صح مش صح بالنسبه للتكست هو نفس فيسبوك بيعطيك يعني بتفوت على الفيسبوك اد في جايد لاينز موجوده ايش بالضبط تعمل مثلا التكست انت مثلا ايش الاندستري تبعتك هو بينصحك بكل شيء يعني موجود يعطيك العافيه مره ثانيه الله يعافيك سؤالي في كاركتر ريستريكشنز في السبيسز المحدده للاعلان yes. ما بين العربي والانجليزي يعني اذا انا اعلاني بالانجليزي انت حكيت 90 كاركتر لما كان التكست بالعربي راح يكون نفس الرقم نفسه يس ثانك يو نفسه حتى بس للتوضيح كمان ما بنقدر نحط مثلا نقطتين ورا بعض يعني لازم نقطه واحده معناته في ريستريكشنز في ريستريكشنز يس وما بنقدر نستخدم مثلا علامه سؤال مرتين او علامه تعجب مرتين يس ما بيزبط بفيسبوك وبجوجل حتى كمان نفس الشيء السلام عليكم بس لو سمحت سؤال مره كنت ماسكه صفحه وعملت لها ادز والكريدت ما كانت البطاقه كانت يعني منهم نفس الشركه Yes. وبالغلط عملت ادز لصفحه تانية برضو انا كنت ادمن عليها بس اخذت معلومات الشاب هذاك وما قدرت اقيم لهلا معلومات الكريدت عن الاكونت تبعي فانه كيف ممكن اقيم روحي على البيلينج
اوكي من البيلينج بيعطيك الانفورميشن. حاولت مرتين بس يمكن ما زبطتش. ممكن اساعدك اذا بتقدري تكون عندك موجوده بساعدك. مداخله مايك معان مايك يعطيك العافيه. الله فيك. هو سؤال عام جدا يعني عن كل الندوه هاي. يس. انت ك يعني مزود بخدمات يعني شو اسمه اعلام اجتماعي مثلا احيانا الشركه اللي بتكون اصلا تشتغل عندها يعني بيكون عندها خطا او بتكون انت مثلا مش مقتنع تماما بالخدمه فانت هنا مضطر انك تمارس نوع من التسحيج يعني مضطر انك ترجع وراء شركه خاصه مثلا لما يكون في تقصير من الشركه نفسها مثلا مر على احد صفحات LG العالميه مش ليفانت انه بيطلبوا قاعدين الابديت تاع LG هم واعدين فيه ومتاخرين كثير بجهاز فبيبدوا الزباين يعني يحطوا انجري كومنتس وبسبوا مش عارف شو فشو الحل يعني بهاي الحاله انك انت يعني بين انك تسحج وتكذب او يعني تتخذ موقف يعني مش عارف يعني شو الحل لما تنحط بهذا الموقف هذا شغل سوشيال ميديا يعني. هاي الـ يعني الكرايسيس مانجمنت لها طرق كثيره حسب الايفنت نفسه اذا في خطا من الشركه والابديت كان لازم ينزل بيوم معين وما نزلش والناس صاروا كلياتهم انجري مهم جدا انه يطلعوا بتوضيح انه نعتذر ومش عارف ايش وحيكون موجود هيك ويعطوهم انسنتيف يعني ميك اب فور ذم بس يو هاف تو تريت كل شيء نيجاتيف على السوشيال ميديا زي الحريقه بالحراش تبدا صغيره اذا ما عالجتها حتكبر فتستناش تفكر ومش عارف شو بنسوي you have to act really fast and contain it when وهي صغيرة ويعني حسب كل situation حسب تفضل أنا في عندي ملاحظة صغيرة بالنسبة للأخت اللي عم تسأل على البيلينج الفيسبوك فيه هاي الشغلة هو شغلة مش كويسة صراحة إنه أول ما تضيف أنت payment method على الفيسبوك بكلبش فيها وما بتركها يعني بخلص بخليها عنده وبسميها primary payment method رزق يجي لك حطه بجيبك ايوه وما بشيلها الا لتضيف payment method ثانيه فعشان تشيليها لازم تضيفي اي credit card number ثاني وتشيليها شكرا او سكري الاكونت اوكي طب بس خالد بدي احكي على الريبورتينج الريبورتينج للكامبينز بيكون احنا دائما بالعاده بنقيمه بالديجيتال ان جنرال لكل الكامبينز هذا بشيء اسمه CTR اللي هو كليك ثرو ريت الكليك ثرو ريت اللي هو بنقسم الكليكس على الامبريشنز يعني ديفايدنج الكليكس على الامبريشنز بيطلع لك بيرسنتج معينه اسمها كليك ثرو ريت هلا بفيسبوك بيختلف الافرج CTR من كامبين لكامبين او من اذا كانت الكامبين هي من الفان بيج طالعه او اللاندنج بيج تبعها لويب سايت فبتحكمها كثير عوامل ودائما الفيسبوك سي تي ار بيكون اعلى يمكن من الديسبلاي ويب سايتس البريميوم ويب سايتس مثلا زي نيوز ويب سايتس ان جنرال لانه بالانجيجمنت عليها كثير عاليه على فيسبوك فذاتس واي انه دائما احنا يعني اي ويب سايت جديد بنعطيه ريكومنديشنز انه تو جو على السوشيال ميديا ادفرتايزنج زي فيسبوك جوجل نتورك اند سم اذر نتوركس اللي عندهم ترافيكس كثير عاليه ولانه السي تي ار هون بيكون كثير عالي فالسي تي ار كثير مهم بالديجيتال ادفرتايزنج لانه هو اللي بيحدد يعني تقريبا اذا الكامبين قديش ناجحه وهو اللي بيحدد قديش الانجيجمنتس جتنا هو اللي بيحدد حتى الكونفرجنز يعني والانجيجمنتس اللي على الويب سايت واليوزرز اللي ممكن انهم يجوا من الكليكس هاي اللي اجتنا من ضمن الامبريشنز اللي شافوها ذاتس تفضل يعطيك العافيه لو سمحت سؤالين صغار السؤال الاول انا لاحظت في الاعلان انه لما بتعلن هو ما بيحصم على طول بس ما عرفت انا بالضبط هو بيحصم نهايه كل شهر كل 15 لا كل يوم انا لاحظت انه هو يعني انت بتضلك تعلن وبحكي لك انه انت حاليا كذا بس في الكريدت كارد بيحصم كل فتره يعني ما بعرف حتى بعدين مثلا اذا ما كان في عندك رصيد في الفيزا كارد او ماستر كارد بيحكي لك انه انت حاليا عليك مثلا 30 40 دولار بوقف لك الاكونت بيوقف لك اياه بس انت 30 40 دولار مثلا هدول اللي انت اعلنت فيهم هم فعليا انت يعني كان في ريتش لهم
فما بعرف هل انت هيك ممكن تضحك على الفيسبوك ولا لا هلا ممكن مثلا يكون في اماونت معين انك ما دفعته وانت تسكر الاكونت تبعك هيك فيسبوك خسر يعني هذا الاماونت اللي انت كنت عم تشتغل عليه بس هو وانس انت عبيت الكريدت كارد يعني انت مستحيل تخسر الكريدت كارد تبعتك كمان يعني وانس انك عبيتها على طول راح ياخذهم هو يوجوالي بيكون ديلي بس شوي الاكونتس اللي ادفانسد شوي صار عم بيعطيهم ليميتس معينه يعني ممكن انه بيقول لك انا وانس انك وصلت $750 بخصمهم منك مره واحده فممكن $750 يضلوا مثلا شهر فمرات يعني هاي بس مع الوقت يعني مش من اولها يعني السؤال الثاني ما بعرف اذا في مجال تخصصك صرنا نلاحظ انه في العلامه الزرقاء هاي الصح اللي هي اللي بتدل فيريفيكيشن جديده هذه على الفيسبوك هاي ما بعرف يعني انه زي كانه صفحه رسميه فهي من وين كيف نحصل عليها هل هي بالشيء اعلان مصاري ولا هي لا هذه ما بدها مصاري ولا شيء اول ما طلعت انا حكيت مع فيسبوك بيقول لي لسه بدري عليك لساتك صغير احنا عندنا تقريبا 700,000 فان بعدين اكتشفت انه في براند بالاردن وصلوا الفيريفيكيشن حكيت معهم مره ثانيه بس المره الثانيه لما حكيت معهم بهدلتهم يعني ايميل طويل عريض ثاني يوم كنت فيريفايد بس ما في بروسس يعني كل مره بيحكوا لك لازم يكون عندك مليون مره بيحكوا لك مش عارف ايش اي ثينك هو لازم يكون عندك رقم كبير بس احنا لانه زين سبارت اوف زين جروبس فكولكتيفلي احنا عندنا اكثر من مليون فعشان هيك اخذوا بالموضوع هذا بس لازم يكون عندك نمبر اوف فانز تويتر مع الادز فيسبوك لا تويتر حسب if you are لا no تويتر on your by yourself you cannot it's frozen the process you cannot request to be ما أعتقد ممكن بس أنا ما يمكن بس أنا لهلا ما وصلني بس تويتر I know أنا there are four ways commercial brands they have to buy ads ngo there is a certain way to do it government there is a certain way to do it and celebrity بهاي بعرفهاش انا بعرف الثلاثه بس celebrity لا government عندي انا اي واحد government يحكي معي I know عندي direct email مع people there احكي معي I can connect you with the person there شكرا ياسر thank you very much مين ورا الكاميرا هون ورا الكاميرا مش شايف انا شيء صراحه اوكي شفتك يمكن اسئلتي بسيطه ابسط وحده بكل موجودين لاني انا كثير انسانه بسيطه احنا كلياتنا بسيطين لا هو قديش كان الهدف من الفيسبوك قبل انه صديقك صديق صديقك وهيك شغلات هلا احنا ممكن يعني نخلي الاعلان هذا نرجع لمبدا قبل الاعلان اللي هو مثلا انت تبعت الخمسه وخمسه يبعثوا الخمسه وهيك شير بالضبط يس ممكن بس بصراحه بتطول كثير يعني احنا بيوم ممكن نجيب 3,000-4,000 فانز للبيج وقصة صديقك وشير وهيك تاخذ وقت كتير يعني ممكن تجيبي لك باليوم 20-25 بس احنا بنحكي عن thousands يعني وعم نحكي عن براندز فهاي يعني بتكون بالفيسبوك ادز بالبيد ادز كتير اقوى وكتير اسرع لو في وراكي بدون المايك لو سمحت سؤال بسيط بس كيف بنقدر نلغي كل الادز الموجودين على الاكاونت اد مانجر يس بالاد مانجر بالادز مانجر تعمل تك عليهم كلهم ديليت ثانك يو ويلكم شكرا احنا بدينا بتجربه صغيره اول ما بدينا المنتدى سوينا تويتر اكاونت التيم هون هم اللي سووا المانجمنت للاكاونت بذا رايت واي اوف انجيجمنت والصوره والبايو وكل شيء وصلنا ل 106 فاذا شايفين كله توصل 106 بيوم اقل من يوم يعني 5-6 ساعات لا برسنتج وايز ما هي كله برسنتج وايز خلينا نحكي مثلا احنا يعني 60% منه صح فهذا از اباوت اذا جبنا 60 بالخمس ساعات ذاتس فيري جود
You can do the same thing. مش مشكلة مش مش okay. But you need to utilize all your networks to get followers. بالضبط. يعني interacting حتى لو أي conference موجود بالبلد ولا بنفس مجال شغلكم. You interact with that conference بالهاشتاج وصرت تأخذ وتعطي معهم بجيب لك followers. المهم. This here can. This is the way to follow and to manage a new Twitter account. If you do this on a daily base, كل يوم بتسووا follow لخمسة لعشرة وبتحكوا معهم. The setup تبعكم يكون perfect. The right bio, the right picture, and everything. بصير يجيكم daily followers. In no time, يعني 400-500 خلال شهرين ثلاثة. شكرا. أكيد. شكرا ياسر. شكرا كثير. ونراكم بـ SMJO next year إن شاء الله 2014.